وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة في مصر. أستاذ إسلام، يعني مصر بدأت فعليا إنتاج لقاحات كورونا في البداية، ما هي الجدوى الاقتصادية من إنتاج هذه اللقاحات محليا؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. الجدوى اقتصادية واستراتيجية، يعني من فكرة احنا كان المفروض عندنا تعاقدات مع المبادرة الدولية لتقليل عدد اللقاحات كوفاكس لتوريد 40 مليون جرعة لقاح في الربع الأول من 2021، وعندنا تعاقدات أخرى مع الشركات برضو في حدود 10 مليون جرعة. حتى الآن كل الملايين الجرعات ديت لم يتم التوريد، وده زي ما أشار السيد رئيس الوزراء ان بسبب في تاخير في الجداول الزمنيه. مهما كان الدول تعاقدت، بس احنا عندنا تعثر ل 92 دوله اللي هم متعاقدين مع ال WHO والمبادره، بسبب ان الدول اللي بتصنع يا اما بتحتفظ باللقاحات لنفسها، يا اما بيتم تخزينها، يا اما بيتم استهلاكها بسبب طبعا الوضع الوبائي، فما فيش اي شركه عارفه تلتزم بجدول زمني. صحيح. فاحنا كان في الاخر مصيرنا ان احنا مرتبطين، يا ترى هيتم التوريد، يا ترى هيبقى في جدول زمني هيلتزموا بيه ولا لا. ففكره ان احنا نصنع اللقاح جوه مصر هو موضوع استراتيجي هام جدا وبائيا، ان احنا نبقى بننتج اللقاحات بنفسنا، ما نبقاش تحت رحمه او تحت تحكم جداول زمنيه من دول عالميه. نعم. فبالتالي احنا التارجت ان احنا ننتج 20 مليون او 20 مليون مواطن مصري، يعني 40 مليون جرعه، اللي ممكن لو ضعفنا الوريات تبقى 80 مليون جرعه، ان احنا نحيد مرض كوفيد 19، ونحيد معناه ان احنا ما يبقاش في عندنا وفيات، حتى لو كان في اصابات بسيطه، اصابات طفيفه، المهم ان احنا ندخل 2022 بدون منحنى وبائي للوفيات، نسجل الوفيات صفر، وده التارجت بتاعنا. على الناحيه الاقتصاديه طبعا في نقطه مهمه جدا في نقل التكنولوجيا، ان احنا اقدم دوله مصنعه للقاحات والادويه، احنا اكبر مصدر في الشرق الاوسط. احنا نقدر نساعد افريقيا سواء اقتصاديا او حتى وبائيا، لان افريقيا كلها على بعض لم يصلها الا اقل من 1% من عدد سكان اللقاح. فبالتالي تصدير اللقاحات اون بيهاف، يعني بالنيابه عن الشركه الصينيه لافريقيا، ليها عائد اقتصادي مهم جدا. واحنا عموما بنصدر من عشرات السنين لافريقيا ادويه ولقاحات، وبنساعدهم سواء لقاحات وأوبئة زي الحمى الصفراء زي الايدز وهكذا وخلافه. فدي اول نقطه. طيب. تاني نقطه، هنقدر نبقى هاب للتصدير كمان خارج اوروبا. تمام. يعني دكتور اسلام، يعني مصر من الدول التي سارعت في فكره انها تمتلك انتاج اللقاح محليا، وهناك اهتمام مصري كبير على كافه المستويات بتوطين صناعه اللقاحات في مصر. كيف ترى هذا الاهتمام المصري، وكيف يكون مردوده على الامن الصحي المصري كمان في الفتره القادمه؟ مهم جدا. دلوقتي الاقتصاد على مستوى العالم، بس مش على مستوى مصر، بقى مربوط بالمنحنى الوبائي. يعني الدول اللي بتعرف تحيد المنحنى الوبائي وتوصل لصفر وفيات، الدول اللي بتقدر تستعيد الاقتصاد بتاعها تقدر تستعيد تاني كل نشاطها. واحنا عندنا جزء كبير من العائد القومي بتاعنا معتمد على السياحه، فاحنا محتاجين نرجع بسرعه لصفر وفيات، يبقى عندنا مدن كثيره 100% منها واخدين اللقاح، بحيث ان السياحه ترجع تاني لطبيعتها. احنا كنا مسجلين اعلى معدل في السياحه في 2019 قبل على طول كوفيد 19. احنا الحمد لله اقتصاديا الناتج القومي المحلي بتاعنا كان فيه زياده من 2020 ل 2019، من الدول القليله على مستوى العالم، ولكن طبعا كل العالم تضرر اقتصاديا بالمنحنى الوبائي. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه هي فكره السفر لبلاد حوالينا. احنا طبعا عندنا عمالة كتيرة في مدن الخليج وعندنا في مدن أوروبا، فبالتالي حركة السفر رايح وجاي دي هتبقى محتاجة إن يبقى في لقاحات ويبقى في شهادات اللقاحات. نعم. فبالتالي نقدر إن احنا نستعيد تاني حركة السياحة والعمالة. نعم. طبعا شق اجتماعي مهم. إذا يعني ليها أبعاد كتيرة جدا فكرة توطين صناعة اللقاحات في مصر، وتوجه الدولة لتوطين صناعتها في مصر طبعا زي ما حضرتك ذكرت ليها أبعاد كبيرة جدا. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، شكرا جزيلا لك.